السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال الخدمة المخصصة للواتساب وبها رقم كذلك هو أسفل الشاشة. بإمكانكم أن تستخدموا هذا الرقم لإرسال ما لديكم من رسائل مكتوبة سنقرأها إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. نشر الأكاديمي العراقي الدكتور نجم عبد الطارش، وهو أستاذ الدراسات العليا في جامعة الكوفة، جدولا يبين حجم الواردات العراقية الحقيقية بين ما يتم تحويله للدول المصدرة وبين ما يتم تسجيله في سجلات الدولة، إذ تبين الأرقام الفارق الكبير بين ما تعلنه الدول المصدرة وبين ما يعلنه العراق، إذ تقول هيئة الجمارك العراقية إن العراق استورد من 7 دول من قيمته 7 مليارات دولار من البضائع، في حين تؤكد أجهزة الجمارك في تلك الدول أن صادراتها للعراق بلغت مجتمعة 37 مليار دولار. وهنا السؤال، ما تفسير ما قامت به الجهات الحكومية في العراق؟ ثم أن الجهاز المركزي للإحصاء سجل واردات العراق من تركيا بقيمة 150 مليون دولار فقط خلال عام 2021، بينما حجم الواردات بحسب الجمارك التركية وصل إلى نحو 10 مليارات دولار. تخيلوا 150 مليون دولار تشكل 1.5% فقط من واردات العراق من تركيا، تم إخضاعها للضريبة و 98.5% لم تخضع للضريبة. هذه الواردات كلها دخلت من منافذ الإقليم، يعني لو الدولة تقرر إلغاء الضرائب أفضل، لأن حتى تحصل على هذه الضرائب تحتاج مئات الملايين من الدولارات رواتب لموظفي الضرائب والبنية التحتية والشحن وغيرها. من 10 مليارات دولار دخلت للعراق من تركيا، وأخذنا ضرائب كما يقول الدكتور، أخذنا ضرائب بمقدار 15 مليون دولار فقط باحتساب ضريبة 10%، والمفروض أن تكون الضريبة للواردات العراقية من تركيا البالغة قيمتها 10 مليارات دولار تساوي 1 مليار دولار. تخيلوا أن العراق يخسر 990 مليون دولار فقط من وارداته من تركيا لعام واحد. هذا الجدول الذي نشره الدكتور نجم في صفحته في الفيسبوك تبين بالأرقام الأرقام التي تسجل في العراق والأرقام التي تبلغ، هي فارق ما بين ما يكتبه العراق أو ما يسجله العراق من واردات وما بين ما تعلنه الدول المصدرة للعراق من أرقام. 30 مليار دولار هي حجم الفارق ما بين الرقمين المعلن من العراق والمعلن من بقية الدول. دعونا مشاهدينا الكرام نتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. لدينا تعليق من عبد الله يقول: الحلول كثيرة، أبسطها هو استقطاع الضريبة مقدما أثناء بيع العملة للتجار، بس هم يريدوها تبقى هيج. عندنا تعليق من حسين يقول: وين الصدمة بالموضوع؟ حكومات لصوص وتقود البلد، يعني قابل راح ننافس ألمانيا؟ ضمن التعليقات من نور يقول: الواردات غير النفطية إقطاعيات لأحزاب الفساد والخراب من 2003 لليوم، ومقسمة حسب وزن هذا الحزب أو ذاك، بما في ذلك المخدرات. تعليق لدينا من علاء يقول: سنوات وهذا الملف ما حد منتبه له، الضرائب والمنافذ والجباية تعادل فلوس النفط، بس ما حد يقدر يسلط الضوء عليها. لماذا العراق يسجل الأرقام بهذه الطريقة؟ كما يقول الدكتور ويتساءل: من نصدق؟ هل نصدق العراق أم نصدق الدول التي صدرت للعراق والتي أعلنت عن أرقام صادراتها؟ لماذا يقوم العراق بتسجيل أرقام مخالفة لما تعلنه تلك الدول؟ من الذي يسرق العراقيين؟ من الذي يساهم بهدر هذه الأموال؟ دعونا ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الفقرة، وهي قضية تتعلق بالخطوط الجوية العراقية. تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا شكوى لمواطن عراقي
يقول إن الموظف العراقي المسؤول عن كاونتر الخطوط الجوية العراقية في مطار اسطنبول طلب منه تسجيل حقيبة راكب آخر باسمه لتفادي دفع الغرامة، غرامة الوزن. بعد أن اعتذر صاحب الشكوى عن الموافقة على طلب الموظف، تفاجأ بشط باسمه من قائمة المسافرين على الرحلة والعهدة على صاحب المقطع. لنستمع. من البيت بالستة جيت وقفت بالسرة، طيت الجواز المسؤول هنا اللي هو العراقي، ولد عراقي مسؤول، جرني على صفحة قال لي أكو جماعة عندهم زيادة بالوزن جنطة أخذها وياك. فأني قلت له اعذرني، أنا ما أقدر أخذ جنطة مو مالتي، أنا ما أعرف شنو مخلي بيها، هذا الشخص راح تصعد باسمي، ما أقدر أشيل هاي المسؤولية، ما أدري ما حاط بيها شيء ممنوع، مخدرات غيره غيره، مهرب شيء، أنا ما أقدر أشيل جنطة مو مالتي. بهذا الأثناء قال لي لعد انتظر، فظليت واقف حكيت ويا الموظفة قلت له شنو المشكلة، قالت لي اسمك ما موجود بالسيستم، فأنا خابرتك وأنت موجود بالسيستم، قلت لي وحكيت على وبدلت يعني حكيت ويا غير موظفة، الموظفة قالت لي ما موجود بالسيستم انتظر، ووراها قلت لها شنو المشكلة ليش ما موجود، كانت تقول لي احنا ننتظر اوناي لاما، يعني انا انتظر اذن من الوكيل من المسؤول اللي هو العراقي اللي هنا أنا. فقلت له انتظر من عنده اذن، مالتك موجودة بالسيستم بس انا قاعد انتظر اذن من عنده الا هو يسمح زين. وهي حتى حكيت ويا الموظفة اللي وياها نعرف تركيا، فقلت لها ليش ما دا يقبل يصعد هذا الشخص عنده مشكلة وياه، فشني يعني المشكلة انه انا ما قبلت اصعد جنطة شخص هو يعرفه وياي وتحمل مسؤوليتها، فما خلاني اصعد بالطيارة، وانا لي هسه قاعد انتظر وكل شيء ماكو. لنتابع التعليقات التي وردت بشأن هذا المقطع مشاهدينا الكرام في موقع فيسبوك. لدينا أزار يقول المفروض يخبر مكتب الخطوط الجوية في المطار، وإذا منحل للموضوع يبلغ أمن المطار وهم يتصرفون مع المكتب والموظف المعني، هذا شيء خطر على الشخص وما بي أي مجال للمجاملة. تعليق من أمين يقول ما راح يتخذون أي إجراء ويمر مرور الكرام، حالها حال آلاف القضايا. تعليق من محمد يقول أفسد شيء في الخطوط الجوية العراقية، أنا أعرف واحد يشتغل بالمطار يقول يعبرون جنط إضافية بأسامي مسافرين ثانين أو بأسامي وهمية بس يحددون وجهة السفر. ملك تقول معقولة لهالدرجة وصلنا؟ يا رب المفروض إذا صدق هذه الحادثة أنه موظف الخطوط الجوية ينقل إلى بغداد ويتم رفع قضية عليه، هاي إذا ما كان مسنود من جهة معينة. هذه بعض ردود الأفعال التي وردت مشاهدينا الكرام بشأن هذا المقطع. لننتقل الآن إلى قضية الكهرباء في محافظة البصرة، هو ملف شائك حقيقة ويعاني منه العراقيون بشكل عام، لكن اليوم عن البصرة نتحدث. أهالي البصرة قاموا بقطع الطرق بعدد من الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة احتجاجا على انقطاع الكهرباء في الوقت الذي تشهد المنطقة ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي وصلت إلى أكثر من 52 درجة مئوية. لنشاهد هذا المقطع ثم نعود لنكمل الحديث. سدوا كل شيء. لا باو عندنا بيوم محاولة الكهرباء. باو. الطريق اللي اطلع منها منين طلعته؟ طلعك ظهر ياسين خريبه. منو؟ على طريقه هسه اطلعك اطلع عليها. اي طب. قبل مفتوح؟ لا آه مفتوح. شوف مقطوع. مقطوع. هذول ليش طلعوا قبل؟ ما حد طلع قبل. هاي كلها جاي تفتح. ازدحام جاي يفترون. افتر منها. طب منها طب طب ظهر ظهر هاي المنطقة. افتر منها كله قبل يلاقيك شارع ترابي يرجع لنا بصحيح. الآن مشاهدينا الكرام نبقى مع نفس الموضوع وننتقل إلى قضاء الزبير في محافظة البصرة، حيث أغلق المواطنون طريق ميناء أم قصر احتجاجا على انقطاع الكهرباء وأيضا منعوا مرور الشاحنات والصهاريج. لنتابع. السلام عليكم مختاري.
تاريخ 8/8/2022. حاليا ميناء ام قصر مسدود. هاي بوابة ميناء ام قصر، مدخل ميناء ام قصر، وهاي الشاحنات كلها تنتظر مقطوع الطريق من قبل محتجين. دعونا نتابع تعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع في موقع فيسبوك. عندنا تعليق من حسين يقول: عم الناس ملت، حقها الميناء كهرباء 24 ساعة، ومقصر كاتلهم الضيم وحدودية والحرارة 52 درجة، شي تريدوهم يسوون؟ مصطفى يقول: وزارة الكهرباء قبل كم يوم يتفاخرون وصل إنتاج الكهرباء أكثر من 23 ألف ميجاوات، ويقولون أول مرة بتاريخ الوزارة يوصل هيجي إنتاج. ضربوا نفسهم بعين، احترقت المحطات بس لا يرجعون يطفون علينا 23 ساعة. حسنين يقول: والله كتلنا الحر، البصرة ما تنجرع بدون كهرباء، فهموا يا ناس يا محافظات، البصرة جو حار، رطوبة قاتلة. نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم مشاهدينا الكرام، ونبدأ مع السيد أبو علي من لندن. تفضل يا أبو علي، حياك الله. السيد أبو علي من لندن موجود؟ نعم نعم جاي أسمعك. حياك الله، تفضل يا أبو علي. الله يحييكم، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني دول الأخوة اللي يقولون كتلنا الحر والله ملينا، إنتوا شو مثانيين؟ إنتوا شو مثانيين؟ إنتوا شو مثانيين؟ يا أخي تقوموا سحولوهم بالشارع مثل ما الشعب السريلانكي قام وشرد الرئيس مالته وقامهم سحولوهم بالشوارع. يا أخي هاي نرجع ونقول إنتوا شو مثانيين؟ هسه جيت ناطحون على الكراسي مقتدى والمالكي، تفضل انت شايف دوله اثنين جاي حكموها، يعني جاي حكموها اثنين جاي ناطحون على الكراسي وضاحكين على دوله على اساس على على اساس ثوار تشرين طافين ويا جماعه الارهابيين الدواعش جماعه قبعات الزرق بالخضراء. اما انت شو تسوون بالخضراء ويا دوله؟ انت شو تسوون؟ اخي ملينا من الحكي، قامت عصابات ميليشيات جاي تحكم العراق. شي فيتكم مقتدى؟ هذا شي فيتكم مقتدى؟ باكر يقعدون يرضوا هو تنتم اصلا طلع من هاي العصابات، باكر يرضوا تعال عم هاي 72 كرسي مالتك وقعدوا اسكت، وذول يرجعون فاشلين للبيوت. قلنا لهم عمي لا تطبون وياهم، دول ميليشيات، دول عصابات، لا تطبون وياهم، دول قبعات الزرق قاعدين يتناطحون على الكراسي. انتوا شنو عداكم بها؟ براء منكم ثوار تشرين، انتوا اصلا يعني ذول 800 شهيد راحوا القبعات الزرق قتلوهم، شو تواجهون الشهداء انتوا يا رايحين للخضراء جاي تطبلون وياهم؟ طيب هسه ماشي، هسه احنا هذا الموضوع العام، دعونا خلينا نتكلم عن الموضوع الخاص اللي هو قضيه الكهرباء اللي تفضلت فيها ببدايه حديثك. اليوم البصره اللي تعتبر من اغنى المحافظات العراقيه، والمفروض انه هي تتمتع بالقدره على الإنتاج الكهربائي، خاصة وأن هناك أبار النفط والغاز المصاحب، ومع هذا هاي المدينة من أكثر المحافظات العراقية معاناة، ليس فقط بسبب الكهرباء وإنما المياه الملوثة، الأوساخ والنفايات المنتشرة في المحافظة، غياب النظام، سيطرة الميليشيات. ويطلع لك إعلامي عربي يروج لأسعد العيداني ويقول هذا الرجل اللي نتأمل به خير بإنتاج أو بإقامة خليجي 25 في البصرة بشكل مثالي. طيب يعني هل يعقل بأن هناك جهل عربي وجهل حتى لدى البعض داخل العراق بحقيقة الأشخاص الموجودين؟ يعني معقولة هذه البصرة لا يزال يحكمها العيداني طيلة هذه السنوات رغم خروج المظاهرات عليه بال 2018 ورفع شعارات من البصريين ضده وضد الأحزاب الفاسدة، ليش بعدهم يستمرون رغم الأصوات المتعالية ضدهم؟ أستاذ محمد، مو جهل، مو جهل من الإعلامي هذا المحكوم، دولة مرتزقة أخي، دولة يأخذون فلوس، دولة أكو فضائيات مرتزقة بالعراق وخارج العراق، زين؟ دولة مو جهل، دولة مرتزقة، تعال عمي يجيبون سياسيين اللي هم يسمون سياسيين، عصابات يجون يتقابلون وياهم بالفضائيات، دولة أخي احنا من ليلة البلد جاي حكمه عصابات، اسعد العيداني وغير اسعد العيداني، عصابات عمي. انتوا يا شعب العراقي شو تترجون من عصابات؟ من لينا صرنا 20 سنه نحكي. نعم. لا عندك كهرباء، لا عندك مستشفى، لا عندك عمي، والله ضحكتوا علينا الناس.
طيب. ضحكت علينا العالم يا شعب العراقي. أريد منك تعليق أريد منك تعليق على الموضوع الأول اللي عرضناه، وهو كارثة بكل المقاييس حول سرقة الأموال العراقية. أكاديمي عراقي وهو الدكتور نجم عبد الطارش، أستاذ دراسات عليا في جامعة الكوفة، نشر حقيقة جدول ونشر بيانات عن الواردات المسجلة لدى العراق وكذلك الصادرات المسجلة لدى الدول المصدرة. فرق الأرقام بين ما تعلن الدول المصدرة للعراق وبين ما يعلن العراق هو 30 مليار دولار. وضرب مثل بتركيا وقال بأن العراق في 2021 أعلن بأن حجم الواردات من تركيا تساوي 150 مليون دولار، في حين تركيا أعلنت أن الصادرات للعراق هي 10 مليارات دولار. ليش برأيك أنه يكون هناك تسجيل لأرقام مختلفة؟ من نصدق؟ هل نصدق العراق بأن حجم وارداته هي 150 مليون دولار من تركيا؟ لو نصدق الجانب التركي اللي يقول صادراتنا إلى العراق 10 مليارات دولار. والله أنا أصدق التركي وأصدق بكل خارج العراق. هذول بالعراق جاي يحكمون عصابات، أنا ما أصدق بيهم. هذول ميليشيات عصابات دواعش إرهابيين جاي يحكمون العراق. يعني ما نستايف تايه العراق، تايه أخي تايه، هرج ومرج العراق الآن. يا اللي يجيبوك يا اللي يجي يصدر كيفه، بواخر تطلع من الميناء ما حد يسأل، تريلات تطلع نفط ما حد يسأل. أخي بلد تاي، رئيس الوزراء ملتهي بدرجة، رئيس الجمهورية محسوب علينا، إسا رئيس الجمهورية برهم صالح، إسا لو عندك شرف الآن تقيل البرلمان أخي وتخلصنا من هاي الشغلة. خلصنا من هاي الشغلة يا أخي، إلى متى إلى متى؟ لا درجة أنتوا تستحقرون الشعب يا عمي. هذا مو رئيس التونسي، مو قال البرلمان، مو قال الحكومة، أنتوا ليش ما عندكم شرف يا برهم صالح؟ انت تقدر بكلمتين وحدك، انت عندك حق بالدستور تلغي البرلمان ها وتقيل الحكومه وتصير انتخابات جديده، بس مو دول الاحزاب القدره، هاي الاحزاب القدره انتخابات ويا هاي الاحزاب ما تمشي عمي ما تمشي. وصلت الفكره ابو علي، انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا من لندن. ويانا ابو علي ايضا لكن هذه المره من البصره، تفضل يا ابو علي. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. تحية لك. أهلا وسهلا، تفضل يا أبو علي. أستاذ محمد وضح لي اسم البرنامج شوية، صوت مو كان واضح. سيد أبو علي بعيد الحلقة اليوم الحلقة. سيد أبو علي احنا اليوم طرحنا قضية السرقة في المال العراقي في المال العام من قبل دائرتي أو الدوائر الحكومية، وخاصة قضية الجمارك والضرائب اللي عرضناها في بداية الحلقة وحاجي لك عليها بالتفصيل، وعندنا ملف الكهرباء عن البصرة. أنت يعني برأيك أنت شنو تحب تشارك بيا ملف؟ وأنا أيضا باعتبارك من البصرة أرغب بطرح بعض التساؤلات حول قضية الكهرباء عن محافظة البصرة، لك التعليق بالموضوع اللي تحبه. أنا أتحدث اليوم على موضوع الكهرباء. طيب تفضل. أستاذ محمد. نعم. حقيقة الكهرباء اليوم مع كل أسف يعني لا توجد عندنا كهرباء في كل محافظة البصرة. القطع حقيقة زاد على التشغيل يعني، وبالخصوص من إجا هذا الوزير من التيار الصدري. يعني حقيقة اليوم كهربائنا اتدمرت بالبصرة، وأتوقع هي تقريبا كل المحافظات بس بالخصوص البصرة يعني. يعني اليوم حقيقة أكو نوع من الفساد، اكو نوع من 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 الظلم اللي موجود على المواطن البصري باتجاه الكهرباء يا اخي. من ايش وقت مشكله الكهرباء في البصره يا ابو علي؟ بالخصوص بهاي الايام يا اخي. يعني مشكله البصره، مشكله البصره في هذه الايام لو صار لها من 2003 مشكله الكهرباء. هي حقيقه من 2003 بس مو بهذا الحجم اللي موجود حاليا، يعني هسه ما توجد عندنا كهرباء يا اخي. انطيني مثال، انطيني مثال عن وضع الكهرباء عندكم يا ابو علي، شلون حال الكهرباء اليوم في مدينه البصره؟ يعني في مدينه البصره اذا تجيك باليوم مثلا يعني خلينا نقول تجيك اربع ساعات، هاي كلش هواي اربع ساعات. يعني اغلبيه المناطق اللي موجوده بالبصره لما تروح تسالهم ما عندهم كهرباء يا اخي. طبعا هذا الكلام اللي حضرتك بدك تتفضل به هو ينعكس على كل المحافظات العراقيه ما عدا شمال العراق، كل محافظات وسط وجنوب العراق
وكذلك المحافظات الشرقية والغربية كذلك هي تعاني من أزمة الكهرباء. يعني الموضوع لا يقتصر فقط على البصرة، لكن أني السؤال هو أنه البصرة أم الخير، البصرة أم النفط، هل يعقل بأن هذه المحافظة الغنية لا بها مي صالح للشرب؟ والبارحة عرضنا طبعا مقاطع مأساوية لنوع المي اللي واصل للبيوت، لا بها كهرباء، لا نظيف المدينة، لا بها نظام. يعني شنو دور المحافظة إذن والمحافظ بتوفير ما تحتاج هذه المدينة، خاصة وأن هناك مخصصات سنوية لهذه المحافظة؟ أستاذ محمد خليني أحكي لك بعد تفاصيل هواي حتى من غير الكهرباء هم راح أتحدث لك. طيب اليوم كل المحافظ اللي حقيقة ينصبوا بالبصرة مع كل أسف ما يعرف شلون يدير المحافظة، ما يعرف شلون يشتغل. يا أخي إذا نتحدث في قضية الكهرباء أو الخدمات الباقية أو يعني لو نتحدث على الشوارع أو التبريد أو غيرها، اليوم الأغلبية أغلبية الشركات اللي قاعد يجيبونها يا أخي موجة الشركات يعني المحترمة اللي تشتغل صديق ما قاعد يجيبوننا شركات من خارج العراق. ما يجيبوننا مثل مقاول، يعني اليوم المقاول اللي خلوه مثل يبلغ هذا الشارع مقاول نزيه، لا المقاول اذا اعطوه شارع يا اخي راح يبيع على غير مقاول، والمقاول الثاني راح يبيع على الثالث، ولما تجي للاخير يا اخي تنسرق العمال وتجي للشارع تبليغ، يعني قاعد يبلغ لك تبليغ ما يكد له سنتين يا اخي. سيد ابو علي، الجزئيه اللي تتعلق بالشركات الاجنبيه طبعا اللي مسيطرين على الكهرباء بالعراق بنسبه اكثر من 52% هي شركة جنرال إلكتريك الأمريكية. طبعا هذه الشركة بضغط من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هي اللي سيطرت على نسبة ليست بقليلة من إنتاج الطاقة في العراق. وطبعا الفساد أكد أن هذه الشركة ما تشتغل لأنه ماكو أي إنتاج للكهرباء. إحنا أنت حضرتك تقول بأنه ليش ما يجيبون ودي يجيبوننا محافظ تعبان ومحافظ ما يشتغل، طيب ليش نبقى عليهم؟ ليش نبقى على ذولا اللي يجيبوننا الفاشلين الفاسدين؟ ليش هذا المحافظ ما يخجل من نفسه ويقدم استقالته يا سعد العيداني؟ سيد محمد عندي تعليق بعد باتجاه الكهرباء. تفضل. يعني انت تقول مثلا اكو شركات امريكيه، هو الخلل مو بالشركات ولا الخلل، اريد نقول اذا نتحدث عن الكهرباء بالنسبه لا الخلل جدوياً، الاكثر شيء الخلل هي عند الوزاره. إذا نصبه وزير يا أخي هو يتحكم بهذه القضية. ترى شوف كهرباء موجودة، والكهرباء اللي موجودة عندك بالبلد تقبلها برد البلد، بس هم ما قاعد يعطوك بصورة صحيحة. تقبلها ورسوله يعني لا توقع أنت كهرباء ما موجودة يا أخي، لا أكو كهرباء وكهرباء زايد أصلا، بس هم مع كل أسف اللي قاعد يحكمون العراق ما قاعد يعطوك كهرباء. هم قاعد يظلمونك يا أخي، هم قاعد يسرقونك قاعد يظلمونك. سيد أبو علي، يعني أنا أريد من حضرتك طبعا أنا أشكر جنابك وأريد من حضرتك أنه باكر يوم غد إن شاء الله ستكون حلقة برنامج منبر الرافدين مخصصة عن قطاع الكهرباء في العراق. هناك أرقام، هناك تصريحات، هناك بعض الحقائق التي هي معروفة وأيضا للتأكيد عليها لمن لا يعلم ستكون موجودة في برنامج يوم غد من منبر الرافدين. قضية الكهرباء هي قضيتنا، بإمكان حضرتك تشارك أو تشاهد هتعرف حجم الكهرباء اللي ينتجها العراق وحاجته للطاقة، وكيف يمكن أن تصل هذه الكهرباء إلى منازل المواطنين بالطرق الصحيحة، وأيضا من هو السبب في هذا الخراب الحاصل في قطاع الكهرباء العراقي من عام 2003 منذ تأسيس وزارة الكهرباء في عام 2003 وإلى يومنا هذا. عبد الله من بغداد. سيدة أم عبد الله من بغداد تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الله. على قناتكم الشريفة وكل عراقي شريف. أهلا وسهلا. يعني أصي عراقيين يا شرفاء، إلى متى أنتوا راح تبقون قال الكهرباء وقال الميزان التجاري السلبي إنه العراق يستورد كذا ويجي صادق وارداته كذا؟ يعني ما نفكر إحنا بمصلحة الوطن، الوطن هو كله ضايع. الوطن ما في شيء اللي يعني بقى على الشرفاء الموجودين. اذا انت يا شرفاء يا عراقيين اذا ما تقدرون تحفظون العراق وتحفظون تخلصون من السلطه، ترى اكو نساء ماتوا من الجوع،
واكو نساء ابنائهم بالمعتقلات، هم الذي يخلون شيلوا كل واحده تشيل الرشاشه وتهجم على المنطقه الخضراء، لانه الضار احنا ما عندنا عراقيين اللي يدافعون عن شرف المراه وشرف الرجل وشرف العراقيين. يعني احنا الى متى نقول قال الكهرباء؟ احنا صار لنا قد 20 سنه قال الكهرباء وعمل الكهرباء، هسه مو هسه قلنا اذا هو قعد في مجلس التعاون انه خلي دول الخليج تقدم خدمة، انه تقدم لنا كهرباء، او السعودية تقول لكم احنا نقدم لكم كل شيء بس تعاملوا ويانا. بس هي ايران ما تخلي احد يتعاون بالسلطة السياسية، لان ايران ضغط عليها. زين الى متى ايران برا برا؟ يعني الى متى؟ شو وقت راح تطلع برا؟ صار لنا 20 سنة. يعني يا ناس يا عراقيين، التهريب بالمطارات، التهريب المخدرات، استيراد المخدرات، قتلوا شعبنا، قتلوا شبابنا. واحد من الشيعة الشرفاء يقول ثلث السنة بسجون وبنص الشيعة كلهم جياع. يعني ما بنحس احنا شوين عايشين؟ هي لو موتة لو نعيش بكرامة. اللي دي يصير اليوم ام عبد الله، اللي دي يصير اليوم في الشارع العراقي من تحركات، مظاهرات تيارية، وكذلك يعني تصعيد من قبل الإطار التنسيقي، وهاي هذا الصراع السياسي الموجود، شنو رأيك بيه؟ تتوقعين بأنه التيار الصدري ومقتدى الصدر جادين بقضية التغيير الجذري، لو حيكون الموضوع عبارة عن يعني صفقات تتم بين هذه الجهات وتنتهي على طاولة مفاوضات وحوار، وكل من يأخذ الحصة اللي يريدها واللي كان رايدها من البداية وينتهي الموضوع؟ استاذ احنا خلينا نكون واقعيين، صار لنا 20 سنه هي عباره العراق عن كيكه، هم مقسميها بين الاحزاب السياسيه وبالحشد، وهاي الفلوس مال الميزانيه لا قدر الميزانيه، وكل الفلوس اللي تجي الى العراق بس ينطون رواتب للموظفين، اصلا تعيينات ماكو يا شباب، تعيينات ماكو ولا تتاملون من الحكومه، وين يعينوكم؟ لا معامل، لا زراعه، لا صناعه، لا تجاره، لا شيء اللي يعتب عليه الحكومه حتى تعينكم. يعني الى متى انت تتصورون انه هاي اللي صار واللي قام بها السيد مقتدى الصدر هي عباره عن تغيير جذري؟ اشو قال تغيير جذري وبعدين ما عندنا احنا نقوم بعمليه الحوار مع التنسيق؟ يعني والى متى؟ ترى التغيير بثلاث ايام فقط، ثلاث ايام اذا يريد الشعب يغير. فاني اقول الشعب لازم يعتمد على نفسه يقوم عمليه التغيير، لانه لا يفيد حزب ولا تفيد هاي سلطه الشيعه اللي موجوده والسنه اللي موجوده. اللي يريد يعني اللي يريد يغير يا ام عبد الله ما يقعد ينتظر ويماطل اسبوعين دخلت هاي المظاهرات ما الصدر، ولغايه اليوم ما حققت اي شيء. ما تغيير، لا تتاملون يا عراقيين، لا كهرباء يجيكم راح تصيرون من الحار، والامراض موجوده، لا خدمات اجتماعيه، لا خدمات صحيه، لا مستشفيات، لا شوارع مثل البشر. صرنا مهزله بالنسبه للدول العربيه. شكرا ام عبد الله. نعم، ام من بغداد اشكرك للمشاركه. السيد ابو عبد الله من اربيل، تفضل يا ابو عبد الله. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ارحب بكم بالمشاهدين والمستمعين. حياك الله البطل ان شاء الله. تفضل يا ابو عبد الله. بالنسبه للكهرباء. بالنسبه للكهرباء انت قبل شوي سمعتك قلت يجوز بالشمال شويه احسن، والله انت صحيح احسن. شلون احسن؟ احنا يعني بدنا ندفع فلوس، يعني انا هالشهر كذا امبيرات 60,000. نعم كذا امبيرات مع الوطنيه هم تجينا طبعا، بس والله الوطنيه زينه يعني تقريبا 16,000 اجتنا مال شهر شوي. يعني بس سؤال سيد ابو عبد الله، كم ساعه تجيك الكهرباء الوطنيه في شمال العراق؟ لا ما الوطنيه والله ما اعرف استاذ، بس مو هواي والله. يعني مثلا يعني مثلا مثل مثلا مثل باقي المحافظات اللي ابو البصره يقول لك انا اذا جتني اربع ساعات باليوم انا يعني في قمه السعاده، هيك عندكم لو احسن؟ احسن اقل شيء 10 ساعات 11 ساعه تقريبا. يعني اذا 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 حتى لو تدفع ثمن انه تجيك الكهرباء نصف اليوم ايضا معقوله بالنسبه لبقيه المحافظات. بقية المحافظات يدفعون فلوس على الكهرباء بدون ما يحصلون عليها، تجيهم فواتير للبيت
المحصل ياخذ منهم وجبايه للكهرباء من كل بيت وهو ما يحصل على كهرباء، طيب هو الثمن اللي يدفع غيرك مقابل خدمه؟ ليش ماكو خدمه؟ اكيد استاذ اكيد هو لا هو هو لازم يجي استاذ، احنا ينطونا خدمات مثلا مال الكهرباء، ابو الجبايه يجي انا من نفسي انطي فلوس، ليش انطي فلوس؟ لان اعرف اذا تتراكم علي راح تزيد، بس استاذ هم عندهم قصد ترى مال البصره صارت استاذ مال البصره صارت ترى فيها قصد، انت لا تنسى عندنا خليجي راح يقيموا هناك وهم تعرف هم ما شاء الله ما خلوا جار صديق لنا، تركيا عدو، ايران عدو، السعوديه عدو، سوريا عدو، الاردن عدو، مصر عدو، حتى دول امريكا اللاتينيه سوا اعداء لنا، فيريدون ما ينجحون هالثوار يعني الكرويه او يعني متنفس من الشعب العراقي، احنا نعرف نفس الشعب العراقي يحب كره القدم. سيد ابو علي سيد ابو عبد الله، يعني انت مواطن عراقي اليوم، لما نباوع ونشوف بطولة الخليج اللي دا تقام لكرة القدم اللي أقيمت في بلدان عربية ثانية ونشوف الفنادق ونشوف البنية التحتية ونشوف الطرقات المعبدة اللي تسير عليها حافلات المشجعين واللاعبين والمنتخبات، تشوفها شيء مرتب، تشوف نظام أمان، قانون، حماية للبعثات الدبلوماسية وللزوار والمشجعين وغيرها، البصرة شبيهة شبيهة حتى يعني بعيدا عن فرحة العراقيين بهذه البطولة، غير نباوع احنا على اللي على وضع المحافظة، على الناس اللي راح تدخل بلد الحضارات وتباوع على القاذورات الموجودة في الشوارع والمياه الآسنة وماكو كهرباء والمزابل اللي تارس المكان. هاي شنو الصورة اللي حتنعكس على العراق قدام هذه الدول؟ لو هم حيسوون هاي التمثيلية مثل ما زار باب الفاتيكان ويبلطوا لهم 15 كيلومتر بس المكان اللي يمشي به. هم ترى الشعب العراقي ما متوسم بالحكومات، والله لو 10 حكومات تجي بعد ما عدها الجماعه، اذا من نفس المجموعات الاحزاب هذا ليش بشارع يتبلط ما اشوف فيه، بس هم يشدون الشعب العراقي مجرد فرحان بس هو يعرف هو مستحي من نفسه انه يباوع على فنادق، يباوع على شوارع، يباوع على مستنزهات، يباوع على الفاركات الموجود، طبعا هاي البعثات الدبلوماسيه اللي راح يجون هذول الواحد او المنتخبات الخليجيه لما تجي احنا نحب نشوف، بس احنا فرحتنا في شنو يا استاذ؟ طبعا انا عمري 56 سنه بس احب كره القدم، حتى انا فرحتي بهاي كونت المشجعين بملعبي ومشجعين الموجودين بلكن فدفعت للمنتخب بركن الله ها ويسوي له شيء. والله يا ابو عبد الله مو بس انت، والله كلنا نحب المنتخب العراقي ونشجعه، بس احنا بدنا نتكلم اليوم مو عن كره القدم بقدر ما بدنا نتكلم عن وضع العراق ووضع المحافظات العراقيه من غياب للخدمات. هاي اللي يعاني منها المواطن، هاي اللي يعاني منها ابن البلد، هاي اللي تعكس صوره سيئه عن العراق لكل من يدخل الى هذا البلد باي مناسبه، ان كانت بطوله كره قدم او اي مناسبه اخرى. انا اشكر حضرتك، شكرا جزيلا، كنت معنا من اربيل، ويانا ابو عبد الله ايضا من صلاح الدين، تفضل يا ابو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. شلونك اخي العزيز؟ اهلا وسهلا. اخي العزيز احنا ندور كهرباء، هالعراق بعد ما ترى بيه كهرباء ولا كهرباء، تحكمنا ناس يعني هو الشهاده حيجيبها من برا يشتريها بفلوس. نعم. يعني دكتوراه قام يشتريها بفلوس، مو بتعب. يعني انت من تحطه يريد يدير بلد، شلون يدير بلد هذا؟ هو هذا جاي يجيبوه جاي يدمر بلد، ما يريد يدير بلد. نعم. يعني ابو عبد الله تعليق منك اريد على قضيه بعيده عن الكهرباء ترتبط بالمال العام، قضيه المنافذ الحدوديه، الجمارك والضرائب التي تفرض على البضائع المستورده. احنا بدنا نشتري من دول كثيره، تمام؟ بحسب أكاديمي عراقي نشر جدول ونشر معلومات يقول بأنه العراق يستورد من 7 دول مجموع الاستيراد 37 مليار دولار بالسنة، تمام؟ صحيح. دائرة الضرائب والجمارك والهيئة العامة للإحصاء شو مسجلين الرقم؟ رقم الاستيراد مسجلين 7 مليارات فقط، تمام؟ يعني أكو 30 مليار دولار مو يعني اختفت، ما حد يعرف شنو مصير هاي ال 30 مليار يعني دولار. هسه عندك بالمنافذ الحدوديه استاذ العزيز. نعم. بالمنافذ الحدوديه
يجي الموبايل هذا الايفون او احذن الموبايلات الراقيه هذا ما يسجل موبايل، هو ياخذ من التاجر اللي يجيبه ويسجل ككفر، بس كفر بس غلاف. نعم الشيء ماله بسيطه، الضريبه عليه بسيطه، بس هو ماخذها وين حاضر البقيه حاضر جيبه. زين هذا انت معسولف على هذن. زين هذا النفط راح يطلع برا. نعم. زين وين وارداته؟ وارداته النفط هسه وين عطوه؟ يعني قبل فتره تطلع وحده من البرلمان، حضره برلمان، تقول راتبي انا 12 مليون ما يكفيني فيني نص الشهر. نعم. زين يوم ما يكفيني فيها النص. زين ما يطبوا ولا دينار بالشهر شلون؟ نعم. زين انت مو شرط تروحين تسوين عمليات مال تجميل وتسوين الحواجب ذاته وما ادري شو تسوين. فقاوت حال البشره، زرقاء بيضاء يعني شنو؟ وجبت على الجبايه مال الكهرباء استاذ محمد. نعم. اخصائي نبع 16 و 18 و 19 وحوله ما عنده بالمزرعه وتنحسب عليه جبايه وتجي يقول لك عليك جبايه انت. زين هاي جبايه مين؟ تعد على الهواء؟ هم لو يحولون النظام الالكتروني لكان الموضوع اختلف ولكانت السرقات والفساد قلت بنسب كبيره، قد تكون موجوده لكن ستقل بنسب كبيره، لكن هم يمتنعون رغم هاي المليارات اللي انفقت على هذا القطاع، يمتنعون عن تطوير هذه الانظمه. مو صارت الانتخابات الالكترونيه؟ اي نعم. سيد ابو عبد الله من صلاح الدين، انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا، كلام صحيح، مو حولوا الانتخابات سووها الكترونيه، ليش ما يحولون المعاملات الحكوميه الى نظام الكتروني يقلل من السرقات؟ دعونا ننتقل مشاهدينا الكرام الى موضوع اخر. اصحاب الاجور اليوميه والعقود التابعه لوزاره الصحه، دائره صحه بابل بالتحديد، خرجوا بمظاهره يحتجون فيها على انهاء خدماتهم رغم اجورهم الزهيده، واكدوا ان انهاء خدماتهم بعد ورود خبر بوجود نية لتثبيتهم كموظفين دائمين، مما جعل بعض المدراء ينهون خدماتهم ليتم استبدالهم فيما بعد بآخرين تابعين لهؤلاء المدراء. لنستمع إلى حديثهم. حتى مدير عام تحدد طبل للردهة الوبائية، وذول العمال كلها دا تشتغل بالردهة الوبائية، ودا يشتغلون عمال، وذول كلهم قدامه خريجين، ودا يدقون ماسحة ودا يشتغلون وينظفون، وتالي هيجي مدير عام يمشي وراء حماية، واتحدى إذا طب للردهة الوبائية، هاي وكلها وذول العمال يشتغلون، وتاليها من وصلت حسوا بالقرار مال التثبيت إجى، ليش نهوا خدمات الكل؟ لأن جماعتهم راح يجيبوها يحطوها. لا والله. يابا جماعتهم هسه كلها سووا إنها خدمات للتركي للجمهوري لكل المؤسسات، وراح يجيبون جماعتهم راح يخلوهم ويمشوهم هم ذولا على مشينه، كلهم عندهم مصالح شخصيه وياهم. فاحنا عندنا مطلبين، اقاله محمد قاسم وعلي مجيد وقرار 15 سنه 2020 نفذوهن نفذون، ما نفذون الاعتصام يبقى موجود مفتوح، سد الشوارع ونسد الدائرة، واللي خلي يجينا من محافظ من رئيس وزراء لحد الوزير الصحة يجينا هنا قابلنا. يقولون لا طلعت مضادي نهون خدماتكم، اكو شي حكي؟ هم اصلا احنا بس مشينا استاذ علي، بس مشينا بالكتب صارت مخاطباتنا وخدمات الكل، قالوا انتم على اساس على اساس هذا حقنا، على اساس تنهي خدمات اللي صار له سنتين، اللي صار له ثلاث سنين، اللي صار له سنه ونص، على شنو ذنبه يابا تنهي خدماته؟ مط راتب من جيبك انت، شو الماليه والوزاره تحط الرواتب، المحافظة الرواتب، وانت قاعد ويستلم لك كل واحد راتب بالشهر 3 ملايين و4 ملايين وقاعد، واذا تاخر راتبه يوم واحد يقلب الدنيا. احنا كل الان لنتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشان هذا الموضوع. محمد يقول: مع كل الاسف ماكو اي نائب خدم محافظة بابل، مقضيها علينا بس فرات وكتب. حسين يقول: هي تطيح براس الفقير، والله لاحقين الاجيري اليومي بالمستشفيات على رواتبهم، والله خطيه. عندنا تعليق من حسين يقول: شكرا لكل من يقف مع هؤلاء الشباب الذين يريدون العيش الكريم وبابسط وابخس بابخس وابسط راتب. عندنا ابو وسام يقول: لو اكو حكومه كان دارت بال على هذا الشعب، كان سووا كهرباء مال اوادم، حكومه حراميه.
مشاهدينا الكرام، دعونا الآن نتابع في فقرة الإنفوغرافيك قبل أن نستقبل اتصالات حضراتكم سريعا. من هو علي غلام صاحب شركة بوابة عشتار التي كلفت خزينة العراق 600 مليون دولار شرط جزائي بعد أن فسخ مصرف الرافدين العقد بينه وبين شركة الغلام اللي هي شركة بوابة عشتار؟ خلونا نتعرف على هذا الشخص ثم نعود لنكمل الحديث. طبعا تفاعلوا عراقيين في موقع تويتر مع هاشتاغ علي غلام على نفس الموضوع. نكمل المشاهدين الكرام، علقوا على هذا الموضوع شرط جزائي وضع في عقد بين مصرف الرافدين وبين شركة بوابة عشتار 600 مليون دولار، كيف يوضع هذا الشرط بهذا العقد؟ دعونا نشاهد بعض التغريدات التي وردت بشأن هذا الموضوع. يقول ألان 600 مليون كان بنت 600 مدرسة، إذا كل مدرسة تكفي 500 طالب يعني 300 ألف طالب، إذا اعتقدنا دواماً يعني 600 ألف طالب حيستفيد من هالمدارس، تحل أزمة كبيرة. بس شو نسوي، ناس همها تشتي، ناس همها تسرق وغيرها. المهم عمر يقول أو أسامة يقول نطالب من الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي أن يضعون أيديهم على أموال العراق لأنها تتعرض لأكبر سطو مسلح ونهب من مافيات الأحزاب والميليشيات، وتسرق جهارا نهارا قوت الشعب والقضاء والجهات الرقابية والمرجعية تتفرج على هذه الجريمة، بل هي شريكة. رقية تقول من راح يدفع قيمة الشرط الجزائي؟ مدير المصرف نتيجة خطأ أم ستدفع من قوت الشعب؟ إذا من أموال الشعب فهذا معناه أن من وقع العقد ووضع الشرط الجزائي على مصرفه متورط ومستفيد لاحقا من قيمة الشرط، سرقة أموال الدولة بالعلن. عندنا تغريدة من عبد الله يقول علي غلام ورائد محمد غلام القياديين في العصائب ومالكي مصرف الشرق الأوسط يتربعان على عرش أعلى الأرصدة في المصرف من خلال حيازتهما على أموال بيع وشراء الدولار في المزادات، وما خفي كان أعظم. سيد أبو أحمد من بريطانيا حياك الله. حبيبي الله محييك، تحياتي لكم وقناتكم الرائعة جدا. أهلا وسهلا، تعليقك على هذا الموضوع باختصار لو سمحت. قبل إذا علق قبلها على ما قبل أبو أحمد، بس أعلق على غياب العدالة الاجتماعية. نعم. بعد 2003 بعد الاحتلال ادى الى ظهور هذه الحالات. يعني اكو ناس قاعده هنا في بريطانيا
هربت بالواحد العين وسرقت الأموال العامة. اجت لنا صاروا مناضلين سواهم هذا اللعين محمد الهنداوي لحقهم بقانون السجلاء السياسيين. صاروا أبطال وصاروا مناضلين يأخذون مخصصات رفحاء اللي هي لعنة الله على من شرحها ومن أخذها. والمسكين البي العراق اللي يشتغل معلم أو مدرس أو محاضر ببلاش ما صاير بتاريخ العالم ولا تبخسوا الناس أثمانهم بلاش يشتغل وبعدين يقول يلا في مال لا احنا مريدك هاي وحدة. أما عن هذا الهرقل علي محمد غلام الأنصاري فهو مولود في عام 1982 كان حمال بالشورجة وبعد الألفين وبعد الاحتلال ظهر هذا الرجل من خلال انتماء إلى بعض الميليشيات اللي معروفة بسيطرتها. يعني باختصار سيد أبو أحمد يعني من عتال بالشورجة إلى أغنى أغنياء العراق يعني على هالكلام هاي مهنة العتالة مع احترامنا لممتهنيها زينة تربح خلي الروح كلنا يعني فعلا ننسى شهاداتنا حلوة المهم فهو هذا تم بحيث يقول لك الآن من يمشي مع شركات حماية أجنبية يعني من كان يمشي في بغداد ليش لأنه يمثل رأس مال كبير جدا من خلال ثلاث شركات من خلال ثلاث مصارف هي مصرف شرق الأوسط ومصرف الأنصاري الإسلامي والقابض هذه الشركات ساهم في شراء العملة وبسعر مدعوم جدا عالي فذلك صار عندهم تراكم لدعم أحزابهم ولدعم أشكر عائل. حضرتك شكرا جزيلا سيد أبو أحمد من بريطانيا واعتذر لأن الوقت انتهى. أشكر حضراتكم أيضا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة نلقاكم بإذن الله إلى اللقاء.